في لقاء مع السيد وزير المالية، حضروا بعض السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم الخميس. بشكر السيد وزير المالية جدا على تفهمه، وبكرة إن شاء الله طالع بيان مشترك مصور فيديو هيتذاع بكرة ليكم. انتهى مشكلة الزمالك مع الضرائب إلى الأبد. الضرائب اللي هي كانت على مين؟ على ممدوح عباس مش علينا. ولما ممدوح عباس عمل حجز جديد، أي مؤسسة حكومية بتروح تحجز عشان يبقى ليها حق امتياز عشان ممدوح عباس ما ياخدش الفلوس. يوم الأربعاء إن شاء الله سيتم رفع الحجز عن جميع أموال النادي من الضرائب بعد ما تفهموا الموقف. وأشكره جدا على الخطوات الجريئة لسيد وزير المالية الجديد خدها عندما تفهم موقف نادي الزمالك، ورنا له إن الضرائب دي من سنة 96-2008 ما كانش مرتضى منصور مجلس موجود. وهيبقى عندنا بعد كده جلسة في المحكمة. هو احنا طبعا خدنا حكم برفع الحجز. قائد العصابة ممدوح عباس عمل استئناف في شهر 8. ان شاء الله لما ربيع وافق يترفض الاستئناف هيترفع الحجز تماما. وعايزين نحط فلوسنا في بنك، عايزين نحط فلوسنا في بنك، لان الزمالك بقول للكلاب الضاله والعصابه المتامره، نادي الزمالك اللي كان مديون ب 306 مليون سدد للاهلي بره بس اكثر 150 مليون، وانتم كلكم شايفين اجوجو وخالد مش عارف مين ومين ومين، دول كلهم ايام ممدوح عباس، كلهم ايام. والمديونيه اللي هنا من اوقاف ضرائب اللي احنا طلع احنا مسددين 57 مليون جنيه للضرائب. هو ما كانش بيدفع على مدين 57 مليون، والتامينات اكتر من 18 مليون، بنسدد القرف بتاعه كله. لكن انا